الأصحاح الثاني عشر. وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج، فجر بذنبه 3 نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده، فولدت ولدا ذكرا، وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد، ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء. وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها، وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا، غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة. ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.